النادي في الكون. الأهلي فوق الجميع. أهلا بكم من جديد وإلى أخبار الألعاب الأخرى. حرص محمد مصلح المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على الاطمئنان على حالة عبد الحليم عبو لاعب الفريق بعد أن خضع الأخير إلى جراحة في غضروف الركبة ومنظار استكشافي أمس الثلاثاء. وأطمأن مصلح على نجاح العملية الجراحية والبرنامج العلاجي الخاص باللاعب لتأهيله للموسم الجديد بعد أن تحمل على نفسه خلال الفترة الماضية وقام بتأجيل الجراحة بسبب ارتباطات الفريق. ويتولى مصلح تدريب المنتخب الوطني في الوقت الراهن وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل بعد أن طلب الاتحاد المصري للكرة الطائرة الاستعانة بجهوده خلال هذه الفترة. قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بوضع برنامج بدني مكثف لتجهيز اللاعبين لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الجمعة القادم في الجولة قبل الأخيرة من نهائيات بطولة الدوري. وحرص الجهاز الفني على وضع تدريبات بدنية مناسبة في ظل تلاحم المباريات وضيق الوقت والإجهاد الناتج عن خوض عدد كبير من المباريات في فترة قصيرة. ويسعى عاصم حماد المدير الفني للفريق إلى تجهيز اللاعبين بشكل مناسب لمواجهة الطلائع التي تسبق لقاء الزمالك في الجولة الأخيرة من البطولة. توج فريق 16 سنة لكرة السلة للناشئين بالنادي الأهلي بلقب بطولة الجمهورية بعد الفوز على الجزيرة في آخر جولات الدورة النهائية للبطولة بنتيجة 68-53. وتسلم اللاعبون والجهاز الفني كأس البطولة وميدالية المركز الأول بعدما حسم الفريق اللقب الذي يعد ثالث ألقاب الفريق في الموسم الجاري بعد الفوز ببطولة الدوري المرتبط للمحترفين ولقب بطولة منطقة القاهرة. اعتذر كريم الدهشان اللاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي عن انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني بسبب معاناته من الإصابة بقرحة في الركبة والتي تعرض لها خلال مباريات الفريق في الموسم المنقضي. وأخطر لاعب الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بإصابته وحاجته إلى راحة لمدة 45 يوما على أن تشهد هذه الفترة تدريبات تقوية للعضلات فقط دون المشاركة في أي تدريبات جماعية. ويسعى اللاعب إلى تجهيز نفسه للموسم المقبل بعد أن شارك في تتويج الفريق ببطولتي دوري المرتبط للمحترفين وكأس مصر.